انا اخويا انا قريت في الكتاب وقريت في الروض يا الحقيقه ومش يشدوا هيلي عطا قلنا زيد خمم وكنت نعتقد تفرج ياسر في صور متحركه تاكايتو دوروكي وذاك شو اسمه الكابتن ماجد مغروم ياسر وزهرو وطرزون كل درت عليهم كابتن ماجد من وقتك انت هو قديم اقرا معايا كابتن ماجد فهمتين كنت نعتقد انه معناتها الحيوانات معناتها المعيز يقراوا اقسم بالله اول نهار في المكتب قلت اموري وكذا وعندنا برشني صغير هزيت معايا للمكتب هنا مبهر بحاجه والله كيفاش البرشني قبل يتبع فيه انا ما والله يحكي اسمع بيقول بدات يتربى كيف ما الكلايب الصغير والله العظيم هزيت معايا محليه هو حمل وديع هزيت معايا البرشني للمكتب فهمتني وداخل بيه المكتب وسط ذهول وصدمه كل الحاضرين وش صار احكي لنا وش صار اللي صار قالوا لي شنو قلت له باش ندخلوا نقراو باش ندخلوا نقراو انا والبرشني معناتها ثم شكون طريف اللي هو من العائله قال لي خلي البرشني يروح انت خاطر انت فهمني انا من نتاع المكتب هكا وقعدوا يعيطوا لي تقريبا 3 سنين البرشني والحمد لله يا ربي وان شاء الله المستمعين زادوا في الكومنتات وفهمكم المستمعين والله جعفر سيمينيو تعرف عليه سيمينيو كي بعد انا سيمينيو سيمينيو على خاطر لي ديسان انيمي الكل اون جينيرال البطل كيبدا ولايد صغير يبدا عنده حيوان اليف صديقه ديما يمشي معاه في كل بلاصه لك ما اقوى ولا بالحق هكا ولا هذاك اول ما دخلت للمكتب بعد 4 شهور فهمني ولا مشى مشوى اي ولا ولا سامحني والبرشني في انا اذا عايش نشط شنيه البرشني قدامك اهو والله فهمني في الغد حبيت نسال على البرشني شو ولا يعني مشى مشوى قال لك يا ولدي كليوه يا ولدي كملوا هاي كملوهم كملوا برشني انا برشني والله تعاطفت معك انا قلت سمينيو تنمر قول لي شنو كان اسمه البرشني شنيه شنو كان اسمه والله ما سميتوش هنقول لك حاجه اخرى صحيت كانت عندنا قطوسه ترى عندنا عائله غريبه انا قطوسه مسمينها هبة هبة غلطة في روحك الكلب مش مسمينه انتوما الكلب مش مسمينه اه لا اجواء بنعيشة خلينا طبعا الحيوانات خويا